أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف الحديث الاخير في هذا الباب حديث يروى عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يرويه عن ابيه الامام الباقر عليه الصلاه والسلام في قضيه بين امير المؤمنين الامام علي عليه الصلاه والسلام وبين ابي عبد الله الجدلي يقول الامام الباقر عليه الصلاه والسلام دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين، فقال عليه السلام: يا أبا عبد الله، ألا أخبرك بقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك فقال الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت ثم قرأ عليه هذه الآية هذه الآية الشريفة في القرآن الكريم في سورة النمل حول مصير الناس في يوم القيامة. الإنسان في يوم القيامة إذا جاء بالحسنة فلا خوف عليه ولا يخاف في المحشر وأما إذا جاء الإنسان بالسيئة فهذا الإنسان مصيره إلى النار، لأن النار هو نتيجة عمله وليس ظلما، وإنما عقاب يتناسب مع الجرم. بالنسبة إلى هذه الآية المعنى واضح، لكن بيان المصداق لهذه الايه الشريفه من جاء بالحسنه شنو هي هذه الحسنه هنا الحسنه الظاهر من حسنه واحده اذا انسان جاء بحسنه واحده فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئة، شنو هذه السيئة؟ الظاهر انه سيئة واحدة. هل الحسنة الواحدة تدخل الإنسان في الجنة؟ وتؤمنه من الخوف يوم الفزع الأكبر؟ والسيئة الواحدة تدخل الإنسان في نار جهنم؟ الجواب نعم. في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول: بلى من كسب سيئة يعني سيئة واحدة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة الواحدة تدخل الإنسان في جهنم. والحسنة الواحدة تدخل الانسان في الجنة كيف ذلك؟ هذا بحث تطرقنا اليه في بحوث التوحيد من كتاب الكافي الشريف لكن بشكل مختصر بالمقدار الذي يرتبط بتوضيح هذا الحديث الشريف نبين ذلك الانسان يعمل اعمالا كثيرة سواء من الحسنات أو من السيئات. الحسنة الواحدة لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى، لها القابلية لأن تدخل الإنسان في الجنة، بفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن بشروطها، بشرط أن تكون هذه الحسنة مقبولة إذا الله سبحانه وتعالى قبل هذه الحسنة فجزاء تلك الحسنة هو الدخول في الجنة. لكن إذا الحسنة لم تكن مقبولة، يعني لم تكن حسنة. مثلا إذا الإنسان لم يكن متقيا الله سبحانه وتعالى لا يتقبل أعماله الحسنة. يعني إذا كان كافرا، كان مشركا، بعض العصاة الله سبحانه وتعالى لا يتقبل اعمالهم انما يتقبل الله من المتقين فاذا لم يتقبل الله سبحانه وتعالى ذلك العمل فذلك العمل لا يكون حسنة لانه فاقد لشرطه فلذا الله سبحانه وتعالى لم يتقبله نعم يمكن بفضله سبحانه وتعالى يخفف عن هذا الانسان يعني اذا كافر هذا الكافر له اعمال صالحه لكنها غير مقبوله بسبب كفره قد الله سبحانه وتعالى يخفف عن هذا الانسان من عذابه وإذا الإنسان عمل سيئة، السيئة الواحدة سواء كانت من صغائر الذنوب أو من كبائرها هي هتك لحرمة الله سبحانه وتعالى، ومعصية العظيم عظيمة، فالمعصية الواحدة، السيئة الواحدة لها قابلية لأن تدخل صاحبها في النار خالدا في النار. لان هتك حرمه الله سبحانه وتعالى ليس بالامر الهين حتى في معصيه صغيره ان الانسان اذا ارتكب معصيه صغيره فقد هتك حرمه الله سبحانه وتعالى فاتى بالجرم الخطير اللي هو الهتك فالى قابليه لان يخلد في نار جهنم هذا العمل السيء يوجب القابليه في هذا الانسان للخلود في جهنم، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وبمنه على المؤمنين قال انه الصغائر قد نغفرها لكم بشرط ان تجتنبوا الكبائر، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بشرط ان لا يصر على الصغيره. إذا في حقوق الناس يؤدي حقوق الناس. إذا في حقوق الله يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى. إذا ارتكب صغيرة الله سبحانه وتعالى يغفر له. وكذلك إذا إنسان مؤمن مسلم موالي ارتكب كبيرة قد يغفر الله سبحانه وتعالى ولكن بدون ضمان وقد لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. ماكو ضمان إذا واحد مؤمن ارتكب كبيرة أن يغفر الله له، قد لا يغفر له أو قد يغفر له بعد أن يعذب. فإذا الحسنة الواحدة المقبولة الله سبحانه وتعالى بفضله جعل فيها القابلية لاخلاد صاحبها في الجنة. والسيئة الواحدة غير المغفورة لها القابلية في ان تخلد صاحبها في النار بعدل الله سبحانه وتعالى. فإذا نأتي إلى هذه الآية التي ذكرها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من جاء بالحسنة فله خير منها من مصاديق الحسنه في هذه الايه التوحيد يعني اذا كان واحد موحدا من مصاديق هذه الايه معرفه النبي صلى الله عليه واله ومن مصاديق هذه الايه الجامعه لمعرفه الله التوحيد ولمعرفة النبي معرفة الإمام وطاعة الإمام يعني إذا واحد عرف الإمام بمعنى اعتقد به وأطاعه هذا في الواقع فرع لمعرفة الرسول لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف الإمام إلا بعد أن يعرف الرسول ومعرفة الرسول فرع لمعرفة الله، لا يمكن للإنسان أن يعرف الرسول إلا بعد أن يعرف الله سبحانه وتعالى. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فإذا واحد يعرف الإمام ويطيع الإمام فقد عرف الرسول وأطاع الرسول وقد عرف الله سبحانه وتعالى وأطاع الله سبحانه وتعالى فإذا من مصاديق هذه الآية الشريفة معرفة الإمام وطاعة الإمام طبعا كلمة المعرفة في اللغة بمعنى العلم بالشيء أصل الكلمة ان الانسان يعرف الشيء باوصافه ثم تستعمل بمعنى العلم المطلق فقد يكون الانسان يعلم ولكن لا يعتقد كما في الايه الشريفه يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ففي الأصل اللغوي المعرفة نوع من أنواع العلم، لكن شاع استعمالها في الروايات بمعنى الاعتقاد، يعني عقد القلب، عندما تقول معرفة الإمام بمعنى أن تعقد قلبك، عندما تقول معرفة الرسول بمعنى أن تعتقد بالرسول صلى الله عليه واله. عندما تقول معرفه الاله الله سبحانه وتعالى بمعنى ان تؤمن به قلبا فهذه هي المعنى هذا هو المعنى الذي يستعمل في الروايات من كلمه المعرفه مو مجرد ان يعلم الذين حضروا في غدير خم الاف مؤلفه من الصحابه كانوا يعلمون بأن الرسول صلى الله عليه واله نصب عليا عليه الصلاه والسلام بأمر من الله للخلافه من بعده، لكن الكثير منهم لم يعقدوا قلوبهم، لم يعتقدوا قلبا على ذلك، لم يذعنوا بهذا الامر. الآن كثير من الكفار يعلمون بأن رسول الله محمدا صلى الله عليه واله هو الحق. لكن لا يسلمون لمصالحهم. فالى معرفه لغويه، لكن ليس له اعتقاد. فعندما في الروايه تقول الامام يقول معرفه الامام يعني الاعتقاد بامامته. وانه من الله سبحانه وتعالى. ثم وطاعته. مو فقط تعرف تعتقد، لا تطيع ايضا. الان عندنا ناس هو قلبا مؤمن ومذعن وعقد قلبه على ذلك ويصرح بانه يوالي امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام، وانه من شيعته، لكن في العمل يرتكب الموبقات، يرتكب الكبائر. هذا قد لا يكون آمنا يوم الفزع الأكبر قد يعذبه الله سبحانه وتعالى بالنار قبل أن تشمله الشفاعة والمغفرة إذا الإنسان عرف الإمام وأطاعه فهو مصداق لهذه الآية الشريفة من جاء بالحسنة فله خير منها زين كيف يكون له خير منها؟ هل الجنة خير من الولاية؟ الآية تقول: من جاء بالحسنة فله خير منها. إذا الحسنة صارت الولاية فله خير منها، يعني شيء أحسن منها، هل هو هذا المعنى؟ يعني الجنة أحسن من الولاية؟ الجواب كلا. هنا إما كلمة خير صفة مشبهة وليست بمعنى افعل التفضيل. من جاء بالحسنه يعني بالولايه فله خير، الخير بمعنى الشيء الحسن منها يعني هذا الخير نشأ من تلك الولايه. الجنه خير طبعا الجنه خير. وهذه الجنه نت نتجت من ال اعتقاد الصحيح والعمل الصحيح فخير تكون صفة مشبهة ومنها من ابتدائية نشوية هذا احتمال الاحتمال الآخر نقول أن خير هنا بمعنى أفعل التفضيل يعني بالأصل يكون أخير أفضل من جاء بالحسنة فله أفضل منها ما هو الأفضل هو رضوان الله سبحانه وتعالى نعم رضا الله سبحانه وتعالى أفضل لانه هذا يرتبط بالله سبحانه وتعالى. عملي الولايه رضا الله هذا عمل لله سبحانه وتعالى، فعمل الله افضل من عملي، هذا واضح. من جاء بالحسنه فله خير منها الثواب والجنه ورضوان الله سبحانه وتعالى. وهم من فزعي يومئذ امنون. الفزع عاده يطلق في الاصل اللغوي بمعنى النفره من الخوف حسب اللهجه الدارجه العراقيه يخترع يعني الخرعه في يوم القيامه الناس في خوف شديد من اهوال يوم القيامه ومما يرونه في يوم القيامه ومن الدقه في الحساب ومن الخوف من مصيرهم لكن المؤمن التام الإيمان الله سبحانه وتعالى يؤمنه من الفزع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني في لحظة الاحتضار كما في بعض الأحاديث تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره فدائما معه يؤمنونه من الخوف فلذا هو في القيامه مطمئن البال في قبره قبل يوم القيامه يعني البرزخ مطمئن البال لا يخاف في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لأنه الناس حتى المؤمنين حينما يريدون أن يعبروا الصراط يعبرون من الصراط وتحتهم نار جهنم الصراط هو الفاصل بين المحشر وبين الجنة وتحت الصراط نار جهنم فالناس الكفار عندما يسيرون على الصراط يسقطون بعض العصاة من المسلمين يسقطون بعض المؤمنين يعبرون الصراط وهم في خوف من السقوط الآية تقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون. اما بالعكس ومن جاء بالسيئه شنو هي السيئه اللي في هذه الايه او مصداق السيئه التي في هذه الذي في هذه الايه ذلك المصداق؟ بغض اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. وإنكار ولايتهم. يعني مرة واحد جاهل قاصر في أماكن نائية ما كان يتمكن من المعرفة إلى قصور هذا الله سبحانه وتعالى قد يغفر له بعد امتحان. لكن إذا واحد أنكر ولايتهم، لا ليست لهم الولاية. وابغضهم، هسه ينكر بدون بغض. اكو بعض الناس من المسلمين يحبون اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. لكن لا يعتقدون بولايتهم. هناك لا ناس نواصب. وناس لا يظهرون العداء في الظاهر، لكن قلوبهم تبغض اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. منافقون لأن الذي يبغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والأئمة منافق كما قال رسول الله صلى الله عليه واله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ينكسون في نار جهنم ويقال لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون لأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم الناس بمقدار نقير نواة التمرة تشوفوها في ظهرها أكو حفرة صغيرة نقرة صغيرة هذه تسمى نقير في آية أخرى لا يظلمون فتيلة الفتيل الخيط الذي موجود في وسط النواة، نواة التمرة. الله سبحانه وتعالى لا يظلم بمقدار ذرة. زين فنار جهنم شنو هو؟ نار جهنم هو عمل الكفار والمنافقين والعصاة. أو نتيجة عملهم <applause> بناء على تجسم الأعمال. نفس العمل الذي الإنسان يعمله، هذا العمل يتحول إلى نار وعقاب في الآخرة، نفس العمل هذا بناء على تجسم الأعمال كما هو الأصح. نفس العمل يتحول إلى نار. <applause> يعني واحد عاصي مثلا يأكل مال اليتيم نفس استيلاء على مال اليتيم، نفس هذا العمل يتحول الى نار، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. مثل ما انت افرض مثلا تبذر بذره في الارض. فهذه البذره تنمو وتصير شجره، زين هاي الشجره شنو هي؟ هاي الشجره نفس البذره. وانما تحولت من حالة البذرة إلى حالة الشجرة. أكل مال اليتيم يتحول إلى نار. الزنا، القاتل الكذب، الافتراء، الكفر، النفاق، نفسه يتحول إلى نار وإلى عقاب في يوم القيامة. أو هو نتيجة العمل يعني إذا واحد ما يقبل تجسم الأعمال يقول هذا عقاب لذاك أن يعني يرتكب جريمة وهذه الجريمة تتحول إلى عقاب، يعني الله سبحانه وتعالى يعاقبه جزاء على تلك الجريمة. ويقال: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة الموازين عندما توضع وتنصب ويداق الناس في الحساب. في كل صغيرة وكبيرة حتى الناس كلهم يعتقدون ويعلمون ويرون عيانا عدل الله سبحانه وتعالى وفضله المؤمن يرى فضل الله سبحانه وتعالى والمنافق والكافر والعاصي يرى عدل الله إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى العاصي في حديث شريف ما معناه أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس المؤمن والكافر والمنافق الجميع فبعد الحساب كل واحد من المؤمنين يرى أن دخوله الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى مو باستحقاق بالذات احنا ما نستحق بالذات على الله شيء لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وغمرنا بالنعم بدون استحقاق ابتدائي بفضل منه هسه إذا إحنا صلينا صمنا أطعنا الله سبحانه وتعالى فأعمالنا وطاعتنا لا تقابل نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها علينا بعد ما نطلب من الله شيء لكن الله بفضله وعدنا أنه إذا عملت الصالحات أدخلكم الجنة فكل انسان هناك يرى ان دخوله الجنه بفضل من الله سبحانه وتعالى، كل انسان مؤمن. وكل انسان كافر او منافق او من العصاة الذين يستحقون النار، حينما يدخل النار يعلم بانه باستحقاقه يدخل النار. يعني الله سبحانه وتعالى كان يمكنه ان لا يخلق محشرا ولا حسابا ولا كتابا. وإنما يدخل أهل الجنة مباشرة إلى الجنة وأهل النار مباشرة إلى النار. لكنه سبحانه وتعالى أحب أن يظهر عدله للناس. أن يظهر فضله سبحانه وتعالى للناس. حتى هذا الكافر في نار جهنم لا يرى أنه لا يستحق ذلك، مثل الآن في الدنيا بعض السجناء يصرح بأنه هو مظلوم لا يستحق هذه العقوبة هذه في الآخرة ما موجودة الإنسان يؤخذ بالجرم المشهود بحيث أنه لا يدع له مجالاً لأي إنكار حتى عندما في الحساب يقال له إن كتابك كذا إنك عملت كذا كذا ينكر الله سبحانه وتعالى يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم في آية أخرى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا خلاص بعد الآن بعد ما يقدر ينكر الآن حتى في المحاكم العادية أحيانا تشوف المجرم ينكر إلى اللحظة الأخيرة منكر طبعا القاضي حسب الشهود وحسب الأدلة يحكم عليه لكن هو يبقى ينكر أحيانا يقبض بالجرم المشهود بحيث أنه هو يضطر بأنه يقر بعد ما يش يرى أنه لا مجال لإنكاره في يوم القيامة هكذا لا مجال للانكار. وعندما يدخل الجنة هو يذعن ويقر بانه يستحق. عندما يدخل النار يذعن ويقر بانه يستحق النار. وحينما يدخل الجنة يقر ويذعن بانه بالذات ما يستحق وانما بفضل الله سبحانه وتعالى وعده بالجنة ووفى بوعده. هل تجزون الا ما كنتم تعملون؟ هذا هو نتيجه عملك عملكم، نتيجه عملكم او نفس عملكم. فقال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام: الحسنه معرفه الولايه وحبنا اهل البيت. هاي هي الحسنه المعرفه والحب. والسيئه انكار الولايه وبغضنا اهل البيت الانكار والبغض، ثم قرا عليه هذه الايه اللي هي الايه في سوره النمل من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون، في حديث اخر عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في امالي الشيخ مختصر الحديث نقرأ الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول: انه من عرف الامام من عرف الامام من ال محمد صلى الله عليه واله وتولاه ثم عمل لنفسه بما شاء من عمل الخير قُبل منه ذلك وضوعف له اضعافا كثيره من جاء بالحسنه فله خير منها والله يضاعف لمن يشاء وكذلك لا يقبل لا يقبل الله سبحانه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها إذا تولوا الإمام الجائر الذي ليس من الله سبحانه وتعالى، فالراوي يسأل: فكيف لا ينفع العمل الصالح من تولى أئمة الجور؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهل تدري ما الحسنة التي عناها الله؟ في هذه الآية هي معرفة الإمام وطاعته، وقد قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ وإنما السيئة إنكار الإمام الذي هو من الله سبحانه وتعالى، ثم قال أبو عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله وجاء منكرا لحقنا جاحدا لولايتنا أكبه الله تعالى يوم القيامة في النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين thank you